أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة التطورات الميدانية في الجبهة الغربية لمحافظة تعز. قال قائد محور تعز اللواء خالد فاضل إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير مديرية ذباب الساحلية بشكل كامل، وأكد في تصريح خاص لقناة بلقيس أن العملية العسكرية تمكنت أيضا من تطهير منطقة كهبوب، مضيفا أن المعارك تدور بين الجيش والميليشيا في محيط معسكر العمري. وأشار فاضل إلى أن التقدم تم بإغطاء جوي من قبل قوات التحالف العربي، الأمر الذي مكن قوات الجيش من استهداف كافة آليات وتجمعات الميليشيا. مراقبون عسكريون يرون أن العملية تحمل أهدافا أمنية وعسكرية عدة، فهي إذن تسعى إلى قطع الشريان الذي تتغذى عليه الميليشيا والمتمثل بميناء المخا، فإنها أيضا تستهدف تأمين ممرات الملاحة الدولية في مضيق باب المندب من خطر عناصر الميليشيا هناك. نتوقف عند هذا الخبر وتطوراته لنناقشه في محورين: ما الأهمية الاستراتيجية للمناطق المحررة وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على سير المعارك، وهل ستتواصل هذه العملية لتكون انطلاق لتحرير تعز أم أنها ستتوقف مثل العملية السابقة؟ نبدأ النقاش بعد أن نتابع هذا التقرير. عملية عسكرية خاطفة نفذتها قوات الجيش الوطني في محافظة تعز، ونتيجة تحرير مديرية ذباب الساحلية بالكامل. وبحسب قائد محور تعز اللواء خالد فاضل، فإن قوات الجيش تمكنت أيضا من تطهير منطقة كهبوب، مضيفا أن المعارك تدور بين الجيش والميليشيا في محيط معسكر العمري، وأن هذا التقدم تم بغطاء جوي من قبل قوات التحالف العربي، الأمر الذي مكن الجيش من استهداف كافة آليات وتجمعات الميليشيا. وعليه يبدو بأن المعركة ليست ارتجالية هذه المرة، وأنها تسير وفق تخطيط مدروس، حيث تسعى قوات الجيش الوطني للسيطرة على المناطق الهامة وصولاً إلى مدينة المخا التي تستخدمها الميليشيا ممراً لتهريب السلاح والدعم القادم للميليشيا من ما وراء الحدود. مصادر عسكرية قالت إن قوات الجيش تمكنت أيضاً من السيطرة على جبل الخزان القريب من باب المندب، وهو ما يعني التقدم نحو إزالة الخطر الذي تشكله الميليشيا في بقائها بالقرب من الممر المائي وتهديدها للملاحة الدولية. مراقبون عسكريون يرون بأن هذا التقدم الذي أحرزته قوات الجيش الوطني من شأنه إحداث تغيير كبير على سير المعركة، وذلك لما تمثله هذه المناطق من أهمية استراتيجية، كونها تشرف على مفترق طرق تربط بين مدينة تعز ومحافظة الحديدة من الشمال، ومن الجنوب محافظة عدن. إذن تبدو المعركة ذات أهداف أمنية وعسكرية عدة، فهي إذ تسعى إلى قطع الشريان الذي تتغذى عليه الميليشيا والمتمثل بميناء المخا، فإنها أيضا تستهدف تأمين العاصمة المؤقتة من أخطار الميليشيا المتاخمة. نبدأ هذه الحلقة من زوايا الحدث بتواصل مع الناطق باسم المجلس العسكري في محافظة تعز العقيد منصور الحساني. أهلا بك سيادة العقيد. مساء الخير أخي الكريم، أهلا وسهلا. في البداية لو تطلعنا على آخر المستجدات الميدانية في المعارك في الساحل الغربي. أخي الكريم، تمكن الجيش الوطني من تحقيق عملية عسكرية ناجحة في اتجاه ذباب والمعسكر العمري، استطاع التقدم بشكل ناجح وسيطر على معظم المناطق هناك، معظم مناطق مديرية ذباب والاقتراب المعسكر العمري، والسيطرة على المرتفعات المطلة على عمق المعسكر من حول المعسكر من جميع الاتجاهات. والمعارك كانت قبل المغرب تدور في المثلث العمري المدخل الرئيسي للمعسكر، وأيضا تمكنوا من تحرير أغلب المناطق في كهبوب، وأيضا تمكن الجيش الوطني من الساعات الماضية من التقدم على محورين، محور جبل الحبشي العلين ومحور مقبنة، واستطاعوا أن يحرروا معظم المناطق الهامة والمرتفعات الاستراتيجية هناك. والمعارك مستمرة وكما خطط لها، الجيش الوطني ينجح بشكل بوقت قياسي في الوصول إلى الأهداف الهامة والسيطرة على منطقة ذباب، والمعركة مستمرة إن شاء الله كما خطط لها، والخسائر كبيرة في صفوف الميليشيات، وهناك انهزام معنوي وانهيار معنوي تام
في صف الميليشيات سيمثل عامل مهم للنجاح والتقدم. الآن المعارك تتركز في محيط العمري، معسكر العمري، يعني ما زال حتى الآن لم يسقط. توقفت الأعمال الاشتباكات الآن ليلا إن شاء الله، واستأنف الجيش الوطني العملية العسكرية يعني في الساعة قبل أول ضوء من يوم غد إن شاء الله. ولا الآخر المناطق التي كان وصل إلى الجيش الوطني هي محيط معسكر العمري، المرتفعات المطلة الله هناك سقطت كلها، سيطر عليها الجيش الوطني. تبقى إلا العمق داخل المعسكر العمري، سيتم الإجراءات اللازمة لتأمينه للرغام، وسيتم اقتحامه مشيئة الله. هذه المعارك هذه المرة تأتي في إطار استعادة مواقع كانت تمت السيطرة عليها من قبل قوة الجيش والمقاومة الشعبية ذباب، كانت من قبل قد سقطت في يد الجيش الوطني. هذه المرة ما المختلف، وكيف يمكن الحفاظ على هذه المكاسب حتى لا يتكرر ما حدث في المرة السابقة؟ المرة تختلف أخي الكريم، لأن هناك استعداد وإعداد عالي على مستوى قيادة التحالف وقيادة الشرعية، وهناك دفع بأسلحة نوعية من التحالف وتجهيز قوة كبيرة لازمة لتغطية المساحات الكبيرة والواسعة المفتوحة في تلك المناطق. وهناك أيضا اشتراك القوات البحرية والبوارج البحرية من البحر. الوضع يختلف الآن، هناك إصرار عزيمة، هناك يعني قرار نهائي للسيطرة على السواحل الغربية والجنوبية الغربية لمحافظة تعز، وتأمين المناطق التي الميليشيات تهرب منها الأسلحة والذخائر، وتغذي الميليشيات في كل الجمهورية بالأسلحة والمعدات الحربية. هناك رغبة للحسم العسكري وقرار الحسم العسكري النهائي في اليمن، ونحن جزء من هذا الخطة العامة وجزء من هذه العملية العسكرية. طيب، تقول أن هناك الآن قرار ورغبة أخيرة ونهائية في موضوع حسم المعارك في الساحل بهدف قطع طريق الإمداد وعدم وصول السلاح للميليشيا وتأمين الساحل الغربي، هل هذه الرغبة أيضا متوفرة في أن يتواصل التقدم والحسم وصولا إلى تحرير تعز من هذه الجبهة؟ الآن معارك الساحل الغربي وهذه الجبهة، هل يمكن أن يتطور الأمر إلى حسم معركة تعز بشكل نهائي، أم ربما سيتوقف المعركة عند نقطة معينة كالمرة السابقة؟ أخي الكريم، ليس أمام الشرعية والتحالف من خيار سوى العصر الحسم العسكري وتحرير ما تبقى من الوطن، ليس لنا خيار إلا هذا، وإلا مزيدا من التضحيات، مزيدا من الدماء، مزيدا من فقد الثقة عند الشعب وعند العالم الخارجي. هذا خيار لا بد منه لإنهاء المعركة وإنهاء المعاناة على الشعب اليمني وإنهاء المعاناة على البلاد والمواطن، لأن الوضع وصل إلى درجة لا تطاق، ولا بد من الحسم ولا بد من النهاية. كم سنظل يعني نحارب ونضع قدم ونعيد قدم؟ اليوم لا بد من الحسم العسكري النهائي، لأن الأمة أصبحت الوطن أصبح لا يحتمل كثير من التسويف والمماطلة. أخي الكريم، شكرا جزيلا لك العقيد منصور الحساني المتحدث باسم المجلس العسكري في تعز، شكرا لك على هذه المشاركة. وينضم إلينا رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خصروف، أهلا بك سيادة اللواء. أهلا بكم سيادة اللواء. من الناحية العسكرية، كيف يمكن لهذا التقدم الحاصل اليوم في الساحل الغربي ويؤثر على سير المواجهات بشكل عام في عموم اليمن؟ شكرا لك وللعزيز الأخ منصور الحساني. طبعا هذا عمل عظيم ومهم، ولطالما طالبنا به منذ فترة مبكرة. هو عمل يكمل ويعزز انتصارات تعز، وسيمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز من أن تلتحم به، يعني سيلتقيان عند نقطة معينة تصبح معها الجهة الغربية من تعز كاملة من الداخل إلى الساحل محررة، بما فيها المفرق معسكر خالد وغيرها. وسيمكن هذا الانتصار العظيم من الاتجاه غربا شمال غرب، يعني في اتجاه الحديدة وبقية الساحل. هذا عمل إن شاء الله نرجو له الاستمرار والكثافة والفعالية المستمرة، ونرجو أن لا يقف عند حد، لأن فيه انتصار استراتيجي
مهم على طريق الهدف الاستراتيجي الأعظم في استعادة الدولة. طيب، في المرة السابقة حرر الذباب وكان هناك تقدم في الساحل الغربي، من ثم عادت الميليشيا وسيطرت على المواقع. نحن الآن في معركة هي استعادة مواقع كانت محررة. كيف يمكن الحفاظ على هذه المكاسب؟ ما المطلوب لهذه المعركة حتى يحصل تقدم؟ نحن شوف، لا نريد أن ندخل في هذه الأزقة فيما يتعلق بهذا الموضوع. أنت وأنا وغيرنا نعرف الأسباب والخلفيات التي أدت إلى ما أدت. اليوم المعركة يعني يشرف عليها قيد المنطقة العسكرية الرابعة، وتحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية، يعني يديرها قائد المنطقة ويشرف عليها رئيس الجمهورية بشكل مباشر، ومعززة بقوات ومقاتلين يمتلكون القدرة وإرادة سياسية هدفها ليس تحريك جبهة راكدة، ولكن استكمال السيطرة على هذه الجبهة كاملة، بما يعني بحيث يتم السيطرة على المندب كامل والمخا ومعسكر خالد والخوخة والاتجاه شرقا وشمال غرب. سيادة اللواء، معروف عنك الشفافية، ولطالما تحدثت عن موضوع الضغوط التي تفرض على الجيش الوطني وعلى الشرعية في سبيل ربما بهدف الحد دائما من التقدم العسكري. كان هناك حديث في وسائل الإعلام عن أن معركة الساحل الغربي يفترض أن تنطلق قبل شهر من الآن، لكن حديث عن ضغوط فرضت وأوقفت عملية الساحل الغربي. هل انتهت هذه الضغوط بما أننا اليوم نشهد هذه التطورات المهمة والتقدم لقوة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية؟ الضغوط لم تنتهي، ولكن قل يعني تحررت الإرادة السياسية من التعامل مع هذه الضغوط. يعني أما الضغوط فهي موجودة وما زالت موجودة، والكبار يضغطون في هذا الاتجاه، والكبار أنا أعلم الدول الكبرى يدافعون عن الانقلابيين بشكل واضح، ولكن أؤكد لك أن الإرادة السياسية اليمنية ممثلة في قيادة الدولة الرئيس القائد على القوات المسلحة ونائبه وكل القيادة تحررت من هذه الضغوط، والعنوان الأكبر لهذا التحرر هو العمليات الجارية اليوم وهذه الانتصارات المهمة اليوم، وستتبعها خلال الساعة القادمة انتصارات ذات أهمية. ونتمنى، أنا أتمنى معك، ألا نصاب بخيبة أمل أو نكسة خلال الساعة القادمة، ولو أنني أستبعد هذا تماما يعني. طيب، سنشرك معنا الآن القائد العسكري الميداني فضل حسن، ينضم إلينا من المنطقة العسكرية الرابعة، ربما يحمل أخبار جديدة. سيادة اللواء، أهلا بك. أهلا وسهلا فيك. لو تضعنا في آخر المعلومات والمستجدات العسكرية في معركة الساحل الغربي الآن من حيث أنت ووفق المعلومات المتوفرة لديكم. بالنسبة للتطورات الميدانية على جبهة ذباب بالمندب تهبوب الوازعية، يعني قواتنا يعني بدعم التحالف العربي حققت انتصارات وتقدم يعني كبير، حيث يعني حررت مجمل المناطق في ذباب وأيضا في تهبوب وباب المندب والوازعية. طيب، الآن هل ما زالت المعارك مستمرة؟ لا زالت المعارك مستمرة يعني، القوات يعني بالنسبة للمناطق التي سيطرت عليها الآن هي أيضا مسيطرة عليها، وإن شاء الله يعني برضو ستستمر بالتقدم لتحقيق مزيد من الانتصارات. هناك تخوف لدى البعض يعني، وهناك أيضا كثير من الأمل بأن لا تتوقف هذه المعارك عند نقطة معينة وأن تتواصل حتى تلتحم بالمقاومة الشعبية في تعز ويتم تحرير المحافظة بشكل كامل. هل يفترض أن نتفائل بأن هذه المعركة ستنتهي بتحرير تعز، أم ربما قد نذهب إلى تخوفات البعض وتتوقف عند نقطة معينة؟ سيادة اللواء، لا مجال يعني إن شاء الله يعني للتخوف، وزي ما قلت إن موجود الإرادة السياسية والمعركة يقودها يعني ويسيطر عليها فخامة الأخ رئيس القائد على القوات المسلحة المشير عبد الرب منصور، و يعني بالنسبة للتخوف أنا أعتقد إنه ما فيش مجال يعني
لهذا الكلام يعني القيادة السياسية أو على مستوى القيادات الميدانية في الجبهة. طبعا قبل قليل كان هناك خبر عاجل وهو تعزية لكم ولإبطال الجيش الوطني في استشهاد قائد اللواء الثالث الصبيحي عمر الصبيحي، فقدتم، وهذا دليل ربما على استبسال رجال الجيش الوطني وقيادتهم للمعارك في الصفوف الأمامية. هذا يدل أيضا ربما على استماتة الميليشيا في هذه المعركة. بالأمس أطلقت صاروخ باليستي، ماذا عن الإمكانيات المتوفرة لديهم وبالتالي كيف ستتعاملون مع هذه الاستماتة من قبل الميليشيا؟ هل ما لدى يعني ما لدي الميليشيات يعني هذا بالنسبة رحمة الله على الشهيد يعني هذا بطل وقائد أيضا من عيار خاص يعني حقيقة منذ بداية الحرب وهو يقاتل في الصفوف الأولى ويعني بسبب أنه يعني كان في مقدمة المقاتلين يعني وبسبب أيضا زرع الألغام بشكل غير عادي من قبل الميليشيات فقد يعني حصل يعني الانفجار لهم أدى إلى استشهاد هذا البطل نقول رحمة الله عليه. وهذا مما يزيدنا عزيمة وإصرار على اكتساب هذه الفئة الباقية بإذن الله تعالى. طيب ماذا عن الآن الصعوبات الماثلة أمامكم في هذه المعركة الألغام وماذا أيضا هناك من معوقات ربما تحد من التقدم؟ أكثر شيء يعني معوقات الألغام فقط اللي نشعر بأكبر معوق ولكن أنه أيضا في معارجات هو يعني معوق يعني من حيث وتيرة التقدم فقط وإلا يعني أنه مثلا أنه يمنعنا من يعني التقدم لا يمكن إلا أنه من حيث الوتيرة يؤخر وتيرة التقدم فقط والفرق الهندسية بتقوم بدورها بإزالة يعني هذه الأرقام من الممرات أو تقدم حركة القوات. شكرا جزيلا لك اللواء فضل حسن القائد العسكري، كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك. أعود مرة أخرى لرئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خصروف. سيادة اللواء أهلا بك من جديد. أهلا بك سيادة اللواء. إذن ونحن نتحدث ربما عن تفاؤل في أن هذه المعركة لن تنتهي إلا بتحرير تعز ولن تتوقف عند نقطة معينة، ما هي المقدمات التي يمكن من خلالها التفاؤل بأن المعركة ستستمر؟ يا أخي هم يقولوا لا يفتى مالك في المدينة، وقد أفتات فضل حسن القائد الميداني قائد المنطقة العسكرية هذا القائد الممتاز المتميز صاحب التاريخ العريق والشرف العسكري الربيع هو يتحدث بلسان كل المقاتلين لا تراجع لا مجال للعودة إلى الخلف. وهذا طبعا حينما تكون عملية بهذا الحجم يعني يشرف عليها بشكل مباشر رئيس الجمهورية القائد على القوات المسلعة والقيادة العسكرية الموجودة في عدن نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد المنطقة العسكرية كل هؤلاء يشرفون من غرفة العملية على هذه العملية ويديروها بشكل مباشر تحت قيادة الرئيس. نحن متفائلون وخاصة بعد أن سمعت قائد المنطقة العسكرية الرابعة. طيب سيادة اللواء مع هذا التقدم وربما الحديث الآن والكلمة الآن هي للفعل العسكري، هل يمكن أن نتوقع حديث عن مبادرات وضغوط للعودة للفعل السياسي مرة أخرى؟ ستكون الطامة الكبرى بالنسبة لنا يعني لسبب بسيط وأن هؤلاء لا يريدون السلام. لو أن الحديث عن العملية السلمية أو العودة إليها سيؤدي إلى نتائج إيجابية فيما يتعلق بتحقيق السلام ليس هناك من يرفضها من قيادة الدولة الشرعية لا الرئيس ولا الهرم السياسي والإداري الذي يتبعه مباشرة ليس هناك من يرفض السلام. نحن نريد السلام. الذين عطلوا السلام ورفضوا السلام وأفشلوا كل محاولة سلمية هم الانقلابيون وليس رعن يعني. لذلك فأن أي محاولة الآن للحديث عن السلام ليست لن تكون إلا إجهاض لهذه الانتصارات المتتالية اليوم في المندب في العلي في ذباب في المقبرة في جبل حبشي في تعز في الجوف في مأرب في سرواح
في نام في كل هذه الجبهات المشتعلة الآن كلها تشهد انتصارات ذات أهمية استراتيجية، تشهد كثافة في العمليات، ديمومة في التقدم إلى الأمام بغض النظر عن الحجم، لكن الانتصارات تترى يوميا وبشكل غير منقطع. شكرا جزيلا لك سيادة اللواء محسن خسروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي، وينضم لنا قائد نصر الردفاني، أهلا بك. أهلا وسهلا بكم وبكل المشاهدين الكرام في جميع البلاد في الشمال وفي الجنوب. القائد نصر الردفاني الناطق باسم المقاومة في ردفان، اليوم المشاركة كبيرة من كل أبناء اليمن في هذه المعركة، كيف تتابعون سير ما يحدث من معارك في الساحل الغربي سيادة القائد نصر الردفاني؟ صحيح المتحدث الرسمي باسم الجبهات محور عنت، بالنسبة لمعارك اليوم كانت إيجابية، عدة محاور في أطراف الشمالية ومحاورة الأحمر. النوعية حققت أبطال الجيش الوطني من أربعة محاور، ثلاثة محاور بالإضافة إلى المحور القبلي في اتجاه المباربة وفورد لاحة. القوات الجيش الوطني المسنودة بقوات التحالف العربي الشقيق ورجال المقاومة الشعبية أرادوا تقدم نوعي في اتجاه ذباب وباب المندب وتمكنوا من السيطرة عند حفظات بيتهم على مسنين أو بلدة هو يبدو أن فقدنا الاتصال بالقائد ناصر الردفاني، هناك إشكالية في التواصل. على العموم شكرا جزيلا لك، والشكر أيضا موصول لضيوف هذه الحلقة من زاوية الحدث، في أمان الله.